نقول دي آخر مرة تشهد مصر لجنة عليا للانتخابات، لأنه بعد كده ستقر المفاوضات العليا للانتخابات. مظبوط. بدأت إجراءاتها ولا لسه؟ ولا نستنى الانتخابات تخلص وبعدين نبدأ إجراءات إنشاء مفوضية دائمة للانتخابات؟ لا يا فندم، إحنا الحقيقة باعتبار إن إحنا موجود عندنا اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بنبحث عمل مفوضية دائمة للانتخابات، وهو شيء مطروح في كل دول العالم موجود. مش هنكون احنا يعني مخالفين لما نعمله، بالعكس ده هو ده التوجه الجديد في العالم. بنعمل تشريع لهذا الموضوع، بس هذا التشريع سيصدر من البرلمان، لا نملك اصداره دلوقتي. انما احنا بنجهزه، باذن الله سيكون جاهزا من بين اوائل القوانين التي ستعرض على البرلمان الجديد فورا على الخطوة.